السلام عليكم ومرحبا بكم في عالم عزال لتعليم الكروشي والخياطة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو اللي غنشارك معكم اليوم هو هاد الملاقية خفيفة، ممكن ديرها في القفطان ولا الجلابة كتواتي التويبات ديال فصل الصيف. هي كيف ما كتشوفوا هنا الأعمدة مغلفين، والأشياء اللي كتحتاج هاد الملاقية هو الكروشي الرقم 12 أو 10 على حساب كل سيدة باش كتخدم، والحرير مبروم على 6 شعرات. اول حاجه كنكونوا شدينا البياسه القفطان ولا الجلابه، كنكونوا شديناه ونبلناه كله، دوزناه بالتنبال. من بعد ملي كتنبلوه كنحبكوه بالبره كيف ما كتشوفوا هنا، نقرب لكم الصوره. الحبيك بالبره كيفاش كيجي؟ انا اكثريه كنفضل انني نحبك بالبره على انني نحبك بالكروشي. من بعد ملي كندوزوا البياسه كلها بالحبيك، كندوزوا فوق منها نصدقها بالكروشي كيف ما كتشوفوا. شوف كيفاش كتجي. انا هنا درت لكم جوج الوان باش يبان الفرق ما بين الدقة بالبرا والفوق منها نص دقة بالكروشي. من بعد ملي كتكملي البياسة كاملة بنص دقة، كنجيو باش غنبداو هاد الملاقية. الا كان القفطان غنخليو 6 ولا 4 سنتيم ديال الفتحة على حساب كل سيدة وشحال كتبغي، حيت كاين اللي كتكون تبغي التقوير ديال العنق، تبغي الفتحة طالعة، كاين اللي كتبغي هابطة. اما الا كانت جلابة كنخليو 9 سنتيم عاد باش كنبداو. انا هنا غنبدا ديريكت حيت هذه غير طرف ديال الثوب ماشي قطعه. كنكونوا درنا عقده البدايه وكنخدموا ثلاثه الاعمده. ها العمود الاول، ها العمود الثاني، ها العمود الثالث، وكنجيو كنلويو الحرير على الكروشي وكنجيو لهاد الدقه هنا، نخليو هاد اللي فيها العمود وكنجيو لهادي اللي وراها. وبحال هكا اصلا اننا باغي نخدمو عمود، وكنغلفو هادوك ثلاثه الاعمده. كنخرجو الكروشي في دقه وكنديرو كنسدو بنص دقه وكنزيدو السنسله، وكنقزو هاد الدقه اللي كنقزوها وكنمشيو لهاد الدقه اللي حداها كنخدمو فيها عمود الاول، وكنزيدو نخدمو العمود الثاني حداه والعمود الثالث. ملي كيوليو عندنا ثلاثه الاعمده كنلويو الحرير، كنلويو على الكروشي وكنجيو لهذيك الدقه اللي نقزنا وكنغلفو فيها هاد الاعمده. ملي كنخرجوا هاد بحال اننا باغي نخدموا عمود، كنلويو ثاني الحرير على الكروشي وكنخرجوا كلشي في دقه. ملي كنخرجوا كلشي في دقه كنسدو بنص دقه وكنزيدوا السنسله، وكنجيو هنا كنقزوا هاد الدقه وكنجيو اللي من حدا هذه ما كنخليوها الدقه ما كنخدموش فيها، وكنجيو اللي من حداها كنخدمو فيها العمود الاول وكنديرو العمود الثاني وكنديرو العمود الثالث وكنلويو الحرير على الكروشي وكنجيو هذيك الدقه اللي نقزنا وكنخدمو كنغلفو فيها هذوك الاعمده. هنا ملي كنخرجو كلشي في دقه كنسدو بنص دقه وكنديرو سنسله، كنناقزو ثاني هذه لا وكنجيو لهذه اللي حداها كنخدمو فيها العمود الاول، اللي حداها كنخدمو فيها العمود الثاني، كنخدمو العمود الثالث. ملي كنكملو ثلاثه الاعمده كنجيو لديك الدقه اللي نقزنا ونديرو فيها بحال اننا باغيين نخدمو عمود، كنجبدوه مزيان حتى نحسو بان هاد الاعمده ما ماشي مزيره يعني مرخوفه في اللية، وكنخرجو كلشي في دقه كنسدو بنص دقه وكنديرو سنسله، كنستمرو بحال ما هكا حتى كنكملو البياسه كامله. كنكملو على الشكل كيف ما كتشوفوا، البياسه كلها كتكون تهبط، كنهبطوها من جهه بحال ما هكا حتى لتحت. ملي كنكملوها كنجيبو الطرف الاخر تاع الخدمه ديال القفطان ولا ديال الجلابه وكنلصقوه مع هاد الجهه، كنلصقوه بالبرا والخياط. ملي كنكملو ملي كنلصقوه كيف ما كتشوفوا هنا، ممكن هاد الفراغات هاد الفراغات اللي كاينين ممكن اننا نزينوهم بالعقيق، والسيده لما بغاتش ممكن انها تخليها غير بحال ما هكا يعني سامبل كتجي حتى هي زوينه. وفي الاخير اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا اشتراك وديروا جيم باش ان شاء الله تشجعوني انني نصور لكم فيديوهات اخرين ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.